فجأة لأنه ما قمت أحس فيه بالراحة، صار المكان الكل يدله. فلما يصير بالليل نومه، ناس تمر تصارخ، ناس تمر تقحص، ناس تمر تدقدق هرنات، وهو عباله الوحيد اللي مر، ما يدري إنه 7000 سيارة مارين. فما قمت أحس بالراحة عشان كذي بعته. فلما أطلع وزف وأقول لا تمر هني، قعدت الصبح مستانس بالسيارة الجديدة رايح أصب فيها بنزين. فبحكم أن جمعية الوفرة كلها ناس، لازم أنا كل ما أروح صوب الجمعية آخذ معاي 4 5 6 سيارات زباين يلحقون يدقدقون هرنات، أسلم كذي وهذا لين أتغافلهم، أروح بعيد أطق فيهم مشاوير، لما يزهقون يمشون بعدين أروح مزرعتي كل مرة. فالزباين راحت، بقى الزبون هذا اللي بقى صارت معاي المشكلة. الزبون هذا تم لاحقني 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 دق دق رنات ينفخ. فانا ازف، انا بطبعي اذا شفتك مسختها ازفك، ايش فيك انت ما عندك شغل؟ يلا بيتكم ازف انا. فمتى بتبدي يجي قدامي طقطق بريكات من باب الغشمره، يعني هو قاعد يطقطق بريكات فليشر كذي من باب الغشمره، يعني يبيني انزل وجونك وسلم عليه. في ناس ما يعرف يخش الخشة الصحيحة، يعني أنا وايد ناس أصادفهم ما يعرف يسلم العبد شلون شي، لا يحاول يلفت الانتباه، يلفت الانتباه بأي شيء عشان والله أنا أتدخل ولا أنا أسولف معاه ولا عادي يعني. بس في ناس ما يعرفون، فهذا لا تموا هنا، هذا يمين يسار وشيلات ومنزل الجامع خلاص، يعني الصبح ما لي خلق، والصبح وتوني قاعد يعني بصب بنزين يا دوب وبرجع، وقاعد يطقطق بريكات والسيارة وشوية بريكها تعبان. فأنا خفت إن أنا أطق بريكة تكسر سيارة من قدام، راح يوقف قلبي حيل حيل راح يوقف. فعصبت ووقفت، وطرت يمشي مرة يمشي واقف. شفت التصوير انتو هذا؟ ترى هني ما صار شيء، هني أنا نزلت زفيته ورديت ركبت سيارتي مشيت، خذيت يمين وخذ يسار. هني لما انا نزلت قلت له خلاص ايش فيك كابتن ما تفتهم انت؟ يقول لي صوره. تخيلوا انا بكل قهر قاعد اصارخ وهو يقول لي تكفى صوره. اقول له كورونا الوضع وما بيوقف حق احد، خلاص ادلف مثل يا اللي يقول لي لا انا طريق مزرعتي نفس مزرعتك. انا ما كنت ادري ان في احد معاه بالسياره. فركبت سيارتي حركت عنه، خذيت يسار وخذ يمين، ما ادري خذيت يمين وخذ يسار، المهم انه راح. يوم وصلت صوب شارع مزرعتي كذي، يعني اللي يعني باقي لي كم يعني تقاطع واحد واوصل المزرعه ولا يطلع لي مره ثانيه. انا هني وقفت بالسياره، وقفت ما تحركت. كان يوقف ينزل نزلنا، ايش فيك ما فيك؟ ترى طلعتني عن طوري كذي وانا قاعد اقول بلمح البصر، حتى والله يعني ما صار مسابب ولا صار طق ولا صار شيء. نزل اليمة كان يتغافلني من ورا، ما ادري هبدني بشنو ما ادري. في بعض البشر لما يندقر من موقف يحب يترجمه ان انا ترى ما ادري شلون اقول لكم، لما يك واحد بكل حب وانت تدقره، مو يعني بكل حب، يعني بكل استعباط واستخفاف، يعني بكل مسخرة. وما يعني ما ايش اقول لكم، لما نزل يمه تغافلني وطقني من ورا، يمكن رفيز يمكن سكين يمكن صيخ على حادة، يعني مو بيده، لا مو بيده، هذا كله مقطع، هذا كله مقطع، هذا كله الجيوب عندي لي. حطيت يدي على وجهي اسمعهم يقولون ركب العاش ركب العاش ركب، انا يمكن نجحت 3 ارقام باللوحه كذي ما بيروحون. ان شاء الله اطلع بالسلامه والقانون ياخذ مجراه ان شاء الله، واذا لي حق باخذه.